طالب مدرسة بالحشد. أنا بالحشد أدافع هناك، ولقيت أخويا طالب راح كلية، والله راح سنة راح للكلية، راح للموج، راجع بالستوتة كاتلينا بس على الستوتة نايم، لاقي أخويا الكبير نايم على الستوتة، وأخويا الثاني سمعان ورايع عليه، والثاني هالبارحة نزل بالحشد هذا الثاني. لعن أنا هناك أدافع، هناك أدافع، هناك نايم، والله نوم ما نايم، والله هناك ما نوم، والله هناك يا زلمة ما نوم. لي شنو اللي صار واللي انت شفته واعتقد شايل جرحه وكذا، احكي لي القصه شلون صارت. والله انا كنت بالبيت تونا قاعد جاي اتعلل فراش تفراش جاي اتعلل بالبيت مالتي، صار رمي صعد فوق البيت، صار رمي بس مو على المنطقه، من صعد فوق البيت انضربت المنطقه، انا كنت فوق البيت دنجت من الرصاص. والله عاد بهذا الحكي دق، انا بهذا الحكي من خالد دق علي قال لي الحق اخويا استشهد وابن عمنا جريح. قلت له جايك، جيت انا من ناطور من ورا البيوت وجيت اخذت الجريح من عنده عدل بيدي مسافه بعيده ما لحقت اوصله، ما حد تلقاني واستشهد بيدي. وعدنا بهذا الحقل هنا الحقل ست نفرات يوميه خمسه سته يتعللون، هذول طابين عليهم نفذين عليهم بالراس كليتهم ستتهم. اي وبراس المنطقه ناصبين كمين وكتله وذولا ضربوا المنطقه طلعت ما متوقع هذا الشيء يصير. عاد المنطقة ذول طلعوا تولوهم دق بالرمان، رمان وبي كيسي. اي وانطينا هواي شهداء 13 شهيد. زين يجون هذول شلون يعني ماكو نقاط امنيه؟ والله هنا ماكو نقاط امنيه، يعني ما مفكر احد يطبنا. يعني عندنا كاميرا، هاي الكاميرا احنا معتمدين على اساس على الكاميرا. ما حد يعبر من نايه. اي وعاد هذول لعبوا واخذوا بالنص ساعه معركتهم ظلت. والمنطقه ما طقت من عندها طلقه، ارتبكت قامت تشيل بالشهداء قامت تشيل. وبالجرحى. الاسم ها الاسم محمد علي جهاد.